قال رحمه الله: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس. ولي هذه الألف ليست للتثنية، هذه يسمونها في الشعر ألف الإطلاق. الإطلاق يعني إشباع الحركة، وهي الفتحة أو الضمة أو الكسرة، حتى يتولد منها حرف مد. شو اسمها؟ ألف الإطلاق، وليست للتثنية. وأصل الكلام: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس. وليها يعني جاء بعدها، جاورها، تلاها. ولي الأضراس من فين؟ من أيسر أو يمناها. طبعا قلنا منذ قليل إن لكل حرف طرفان، ما هيك؟ حتى يصير بينهما القرع والقلع كما قال ابن سينا. فبالنسبة للحنك الأعلى انظروا إلى المناطق التي يصطدم بها حافة اللسان. المنطقة الزرقاء والصفراء كلها، يا معاذ عميل هكذا، المنطقة الزرقاء والصفراء كلها يصطدم بها حافة اللسان، لكن الضغط والاتكاء فقط على فين؟ على المناطق الزرقاء. إذن انظروا إلى اللوحة التي على اليمين مكتوب تحتها حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. المربعات الصفراء منطقة تلامس من غير ضغط، بينما المربعات الزرقاء منطقة الضغط والاتكاء. الضاد العربية ضغطها هنا على حافتي اللسان اليمنى واليسرى، وليس هنا. نعم إن هذه المناطق الأمامية فيها مشاركة، ولكن ليس عليها الضغط. الاعتماد فين؟ على الحافتين. ضا 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 ضو ضرب ضي ضيزا. انتبهنا؟ أما إذا ضغطنا على المنطقة الصفراء دا دا، هذه دال مفخمة، هذه إيه؟ دا مهما ضغطنا، ولا الضالين مهما ضغط، لو ضغط من اليوم لبكرة لن يخرج معه إلا إيه؟ إلا دال مفخمة. إن أردت أن تنطق ضادا فاضغط على الحافتين معا أو على إحداهما، كما كانت بعض القبائل العربية تفعل. بعضها كان يجد أسهل عليه أن يضغط على الحافة اليسرى أو اليمنى أو على كليهما. أنت افعل ما شئت. نعم، واضح يا سيدي؟ ضاء ضاء ضو ضي. تبانا؟ أما لو ضغطت للأمام دا ولا دا، هذه إيش؟ دال مفخمة وليس ضادا. طيب، انظروا إلى هذه اللوحة اليسرى الآن. لما بيقول الإنسان لما يقرأ بلسانه غار الحنك تنقفل هذه المناطق كلها. انتبهنا؟ والهواء منين طالع؟ انظروا إلى الأسهم. الأسهم في اللوحة اليسرى، الهواء طالع من الحنجرة وما زال يضغط، والمكان محصور. فتحت تأثير الضغط شو بيصير مقدمة اللسان؟ انظروا إلى مقدمة اللسان، تندفع قليلا إلى الأمام مليمترات بسيطة، والفراغ المحصور خلف اللسان يطول. من هنا جاءت كلمة الاستطالة التي ستأتي معنا في صفات الحروف. يمتد ويطول هذا الفراغ ويكبر. سماه سيبويه، قال شبه النفخ، يعني لما أنت بتنفخ ببالون شو بيصير فيه؟ يتمدد ويكبر. شبه النفخ، فتشعر بأن الفراغ الفموي كأنه صار بالون وينتفخ. انتبهنا؟ والهواء محصور. لكن اندفاع اللسان إلى الأمام لا يزيد عن عما ترونه في اللوحة، إلى أن يصل رأس اللسان إلى منتهى اللثة. منتهى اللثة منطقة التقاء اللحم بالأسنان فقط. أما إذا بالغنا ووصل رأس اللسان إلى هنا، إلى أطراف الثنايا العليا، هذه منطقة مين؟ منطقة الظاء كما سيأتي معنا. فلذلك يكثر بين الناس منذ القديم وليس من الآن، منذ القرون الأولى يكثر بينهم الخلط بين مين ومين؟ بين الضاد والظاء. انتبهنا؟ بين الضاد، يعني يقول لك مثلا ضرب، هي ليست ضربة وإنما إيه؟ ضربة. انتبهنا كيف؟ نعم، هذه هي الضاد. قال رحمه الله: واللام أدناها لمنتهاها. أدناها الضمير لم يراجع، لا، لحافة اللسان، أدنى حافة اللسان. انظروا إلى الصفحة الوسطى، إلى الصورة التي في الوسط، هذه المنطقة الزرقاء التي لونت بالأزرق، من هذه بداية أدنى حافة اللسان. أدنى يعني أقرب، وأقصى يعني أبعد، فمن أدنى الحافة لأقصاها منطقة الضاد، وتقدم الحديث عنها. الآن عم نتكلم على المنطقة الصفراء التي ترونها باللسان، الصورة التي في الوسط، هذه المنطقة، ال 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 هذه المنطقة عندما تقرع المربعات الزرقاء. أترون المربعات الزرقاء؟ فويق الضاحك، هذه عبارة سيبويه، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية من الجهتين، ال 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 ال، انتبهنا؟ فصارت هذه المنطقة التي ترونها هذه تقرع هكذا. فالصوت منين طالع؟ الصوت طالع من الحنجرة، فلما يصل إلى هنا يجد الطريق أمامه إيه؟ مسدودا، فينحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعض الصوت عن يسار اللسان، ويتابع طريقه إلى الخارج كما ترون في الدوائر السوداء عن يمين ويسار اللسان. ال ال بعض إخواننا الذين يأخذون العلم من الكتب فقط يدعي بعضهم أنه لا بد للإنسان من لوي لسانه على إحدى الحافتين، وغره كلمة إيش؟ واللام أدناها لمنتهى، قال أدنى الحافة يعني من طرف واحد، ال ال. بالله عليكم، هل خلق الله ألسنتنا في أفواهنا عوجاء ولا مستقيمة؟ هل رأيتم إنسان يقول ال ال هكذا يلوي لسانه؟ ليه؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج، إيش هذه ال؟ هذا الذي يأخذ العلم من الكتب من غير أستاذ يوقفه على حقيقة العبارات. فهي من حافة اللسان، من أدنى حافة اللسان لمنتهاها، ولكن من الجهتين، ال، وكل الناس تقول ال ولا يتكلف ذلك أحد، انتبهنا؟ ال لا لو لي. هذه اللوحة فيها مقارنة بين فيها حيزا الضاد واللام من حافة اللسان. الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان من الأقصى إلى الأدنى، اطلع وانزل والله يا معلم، من الأقصى إلى الأدنى، هذه المنطقة من الجهتين أو من إحداهما تشغلها مين؟ الضاد، ضا ضا. بينما حيز اللام أدنى الحافة لمنتهاها، طرفين، ال ال. قال رحمه الله: والنون من طرفه، من طرفه يعني من طرف مين؟ من طرف اللسان. والنون من طرفه تحت اجعلوا، تحت مين يعني؟ تحت اللام، انتبهنا؟ لما تقول أنت الآن من المقدم أكثر؟ النون. جرب هكذا بفمك، قل يا أخي الآن الآن، من المقدم إلى الأمام بالنسبة إلى هذه المنطقة؟ النون مقدمة أكثر، فهذا معنى تحت. والنون من طرفه يعني من طرف اللسان، تحت يعني بالنسبة للجزء العلوي، اجعلوها أيها القراء. النون يا إخواننا، وأرجو أن تركزوا معي قليلا، لأن النون حرف له مزايا، وكذلك الميم. هذا الحرف الميم، عفوا النون، له جزءان، له نصفان، نصف لساني ونصف خيشومي. الجزء اللساني مع الجزء الخيشومي كلاهما معا يشكل حرف النون، ولا يستغني أحدهما عن الآخر، انتبهنا؟ قل يا أخي أن أن، فتجد بأنك قد قرعت بطرف لسانك ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، وصاحب ذلك غنة تخرج من فين؟ من الخيشوم. أن، نعم، شايفين الدوائر، الدائرة السوداء تدل على منطقة القرع، الدوائر البيضاء الثلاثة داخل الخيشوم تدل على خروج الصوت كذلك عند نطق النون. إذن مخرج النون طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة ويصاحبها غنة من فين؟ من الخيشوم. قال رحمه الله، أو قبل ذلك نقول مقارنة بين مخرج اللام ومخرج النون. شوفوا اللوحتين هدول، لما تقول ال تجد بأن طرف لسانك فيه هكذا يعني منطقة مثنية أو ملتصقة أكبر من قولك أن. أن منطقة الطرف تماما، أما ال الأن، فالأن فقط بهذه المناطق بأطراف اللسان. انظروا فرق دقيق يعني بين اللام والنون، هذا من جهة اللسان. أما من جهة الحنك فاللام أعلى بقليل من مين؟ من النون. النون أقرب إلى الأسنان. لاحظتم الفرق يا إخواننا؟ شوفوا اللام، هي قربت لكم إياها، نعيد. شوفوا اللام ال ال، شوفوا النون أن. شايفين الآن صارت الصور قريبة، الأن. نعم. قال رحمه الله والراء يدانيه، يعني يداني النون. يدانيه ولا يدانيها؟ خذوا قاعدة، الحروف تذكر وتؤنث. الحروف تذكر وتؤنث، يقال هذا النون وهذه النون، هذا الباء وهذه الباء. فالجزري رحمه الله بحسب ما يساعده الشعر مرة يذكر الحروف ومرة يؤنثها. أدناه غين خاؤها، خاؤها يعني خاء الغين، فهون شو عمل؟ أنثها. هنا شو قال؟ والراء يدانيه، يداني مين؟ يداني النون. انتبهنا؟ نعم. لظهر أدخل، أدخل يعني أكثر منها دخولا، لأن اللسان كما ترون عند نطق الراء يتقعر. انظروا إلى التقعر، منطقة التقعر في الراء، أر أر الراء الراء. هل رأيتم منطقة التقعر؟ نعم. هات لنا نشوف اللوحة اللي بعدها. نعم، يعني معلش رح استعمل يدي، انظروا إلى يدي هذه. لو قلنا هذه منطقة طرف اللسان، لما نقول أر يتقعر اللسان هكذا، ويبقى من هنا من الوسط فجوة يمر منها صوت ضئيل، وإن شئت فقل صويت. انتبهنا؟ هذه الفجوة في الوسط لا تلامس، وإنما ممر ضيق يمر منه صويت أو جزء الصوت، أر أر أر. لولا هذه الفجوة لانقفل المخرج تماما، وسنتكلم على هذا في صفات الحروف بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة للجزء المقدم من الراء. لكن مؤخر اللسان هناك فرق بين الراء المفخمة والراء المرققة، انظروها في هذه اللوحة. ففي الراء المفخمة، وهي اللوحة الصورة راها على اليمين، انظروا إلى آخر اللسان إلى أقصى اللسان، تجدونه مرتفع، الرحمن الرحيم. بينما في الصورة التي على يسار اللوحة الراء المرققة لا نجد ذلك الارتفاع. فين؟ في الراء المرققة، الريح كريم، ريح الربا، لا نجد ذلك الارتفاع. إذن نرى مكتوب على اللوحة يصاحب الراء المفخمة تقعر في وسط اللسان وتضيق في الحلق، بخلاف المرققة فلا يصاحبها لا تقعر ولا إيش؟ تضيق في الحلق. أيضا الحلق، حط على الحلق، انظروا إلى الراء المفخمة كيف أن لسان المزمار يعود إلى الوراء أكثر من عودته فين؟ في الراء المرققة. واضح؟ هذه الصورة تبين لنا الفجوة التي ذكرتها لكم والتي يبقى منها جزء الصوت. هذه الصورة لفم من الأمام، أر أو أر أر، فتبين الفجوة التي تبقى من الوسط والتي من خلالها يمر جزء الصوت، والتي لولاها لانقفل المخرج تماما، مما يؤدي إلى التكرير الذي المنهي عنه، وسنتكلم عنه في صفات الحروف.